ريان مرشح عن مقعد الكاثوليكي بقضاء أرجنتينيين. أهلا وسهلا بحضرتك بجزين تحكي. أهلا وسهلا فيك وشرفته. العالم بتعرف جاد صوايا المخرج والمنتج، قليلا ما بنعرف جاد صوايا السياسي. اليوم شو بتحب تخبر اهالي جزين والمنطقه عن جد صوايا؟ الاخراج الي شرف، عملت اخراج سنتين ثلاثه بال 2002 و2003، صار لي عندي شركه صوايا كونستراكشن 12 سنه، بنعمر 400 شقه بالسنه، فما بفتكر عاده الخصوم بيستعملوا هالشيء، بس انا الي الشرف انه كنت عملت اخراج 4 سنين وعامل دبل ميجر بالجامعه، عامل بزنس ماركتنج واخراج، ووقفت الاخراج بال 2004 2005، فنحن هلا ب 2017، صار لي 12 سنه، وصار لها شركتي صوايا كونستراكشن 11 سنه، والافعال والتلفزيونات بتعرف شو انا شو بشتغل. بالنسبه للي طرحته، العالم بتعرف انه جاد صوايا عامل حاله بحاله. مزبوط، هي مزبوط. وبعض الثاني بيقول انه لا هو شاطر وبشطارته عمل. لا والله انا عملت حالي بحالي، وانا الشانس والنصيب والشغل المزبوط اللي وصلني، اشتريت عقارات برخيص بال 2004 و2005، والله وفقني، غليوا بال 2006 و2007 و2008، العقارات كلها غليت، فمشينا مع الترند وصار هيك، صار كبرنا شوي شوي. لاحظت شوي الاراء بمنطقه جزين، في ناس بتعتبر انه حضرتك منك من جزين، بيعتبروا انه جذورك هي من جزين. صحيح. وبيعتبروا انه التيار الوطني الحر هو اللي جابك على جزين. لا تخبرك شغله، جذوري مزبوط من جزين، من كفرحونا الاصل نحن، بس بتعرفي 30 سنه الاحتلال الصهيوني بقضاء جزين كله سوا، ف هربت كل العالم، وجدي من قبل ما يصير اصلا الاحتلال فال على استراليا ومات باستراليا، وكان بيته هون. هلا فيك تطلع تسال الجيران لانه انت وين هلا؟ انت بكفرحونا، نحن هون بكفرحونا بالبيت عندي، هيدي منطقتك وهيدا بيتكم. فال، وقت رجع الاهل، رجعوا الاهل قعدوا بكسروان مزبوط، وكان نفوسنا بكسروان صحيح، وهويتي من كسروان، بس ما في بيت صوايا بكسروان، الاصل كل بيت صوايا يدور شوير، والجب تبعونا هرب على كفرحونا، فاصلي من كفرحونا، وبتنزلي في مختاره صوايا. هلا اذا بتمنى منك تمرقي عليها تقيليها مع اوراق ثبوتيه انه من وين الاصل. فرجع انا اذا بدي اعمل نائب، انا حاعمل نائب لجزين وللامه، لامه لبنان. بدي كفيلك وبعد كفيلك شغله عم بقطعك. العماد عون الرئيس الجمهوريه هو من المكنونيه، الاصل جذوره، نقل نفوسه على حارة حريك، نزل بكسروان. انا عم ما بشبه حالي كرئيس جمهوريه، بالعكس الي الشرف كون مثله، بس نحن اصغر منه، نحن قدامه صغار كثير. بس عم بقول لك مثلا شو صار، شامر روكوز، العميد شامر روكوز كمان مش من كسروان. نرجع شوي على موضوعنا اليوم، بيعتبروا العالم انه جاد صوايا بال 2009 ترشح بالاشرفي، طلب منك الجنرال التنحي لحتى يسمح للصحناوي ينزل. مزبوط. بس بالاساس لا، انا ترشحت، كانت اول شيء كان عمري 28 او 27 سنه، مش غلط ابدا، كنت بعدني صغير، بعد ما بلش حياتي. هو شغله ثانيه، عم تحكي من 10 سنين، شغله ثانيه، من طلب من الجنرال انا نزلت، انا ما كان عارف حالي محارب، حنزل بس تعطي المندوبين للوزير نيكولا السحناوي اللي كمان كان وزير، كان بعده نازل هذا، بس ما اكثر ولا اقل، هيدا كانت لعبه سياسيه بس تنعطي المندوبين، كان في حوالي 40 50 مندوب جيرت ليهم لنيكولا. ليه منلاقي انه التيار الوطني الحر اختار جاد صوايا اليوم ليرشحوا عن المقعد الكاثوليكي بجزين؟ ما اختار التيار الوطني، ما اختار شوي تالت لي تفوت لك بالديتيلز، لانه التيار الوطني الحر شايف اكثر واحد عم يشتغل بالقضاء، ان كان بيوت تظبيط بيوت فوق ال 150 بيت صرنا عاملين، ان كان بس هون لحظه بيعتبرون انه لا 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 خليني كفيلك هلا بقول اذا عمل سياسي شو فينا نعمل. ان كان مشروع جزين فيليج اللي مشغلين فيه 55 عائله من قضاء جزين اللي عامل بالكوست للشقق، ان كان موتورات لخمسه ضياع عم بيدوروا وقت تنقطع الكهرباء، ان كان مدارس بالولايات حوالي 18 ولد معلوم المدارس، ان كان مساعدات لكل شيء، ما حاحكي عن بعد ومهرجانات وبعد وفي هو كلهم انا ما بحكي فيهم بهالامور. انا اذا بدي انزل على السياسه وكيف كل العالم تشتغل سياسه وانتخابات، انا ما بعمل شيء، بقعد ببيتي قبل وقت يسموا اي متى انتخابات، قبل بست شهور
بلش اعمل اكب مصاري واعمل مثل ما كل السياسيين بعمل. انا صار لي 6 سنين صيف وشتا بشتغل، ما في مناسبه ما بكون فيها، فما بفتكر واحد يكون هول الامور في اخر 6 اشهر يفتح مثل كل هلا عم يكونوا هلا شفناهم كلهم وعاملين مهرجانات. وين كانوا من 6 سنين؟ انا وقت كنت عم بعمل 2011 مهرجانات وقاعد بالشتويه يكتبوا علي الصحافه انه هيدا الزلمه قاعد بالشتويه شو جاي له، ما الانتخابات معوقه. انا الصحافه قاعد. اللي بيملكها جد صوايا او صحافه غير؟ لا والله صحافه غير، بملك كثير صحافه وللشرف، لانه هلا الصحافه هي، انت بتعرفي الصحافه هي اللي بتوصل الرساله، وخاصة صحافة نظيفة. فإذا كنت مع صحافة نظيفة بتوصل لك صورتك. ها أرجع ذكرك بحادثة صارت من فترة مش بكتير، 8 نيسان سبت قبل الشعنين، كان في اجتماع بيجمع بيجان عزيز، أمل أبو زيد، مدام ميرين هاشم. ما كان اجتماع هيدا، هيدا كان غدا. تخبرك شو هيدا، سمير عون اللي هو ممول اليوم. ممول شو؟ ممول الحملة الانتخابية. ما ممول شيء سمير، سمير صديق وخي، كيف صديقه لجان، كيف صديقه لميراي، وقربتها لميراي، لست ميراي. أول شيء قربتها لست ميراي. نعم. وأصحاب مع جان، وأصحاب معي، وأصحاب مع كل العالم، عامل عزيمة على بيته على شرف مدام ميراي. أنا جيت لبيت الدعوة مثل وأمل، أستاذ أمل بوزير. إجا أنا لبيت الدعوة مثل كل العالم، جينا أكلنا تغدينا وفلينا ما أكثر ولا أقل، لكن موجودين غديت وفليت. وجود كم مختار وكم رئيس بلدية من ضمنهم فادي عواد رئيس بلدية ريماد، بوجود صح؟ إيه بس أنا ما قلي عليهم، هو عامل العزيمة. طيب تسألي له اللي يعني عم تتكرر كل نهار سبت بجزين بين جان عزيز، جد صوايا، وأمل أبو. أنا ما كنت غير غدا، ما بتعتبر إنه هيدا الشيء عم يعطوك اليوم موافقة التيار الوطني الحر انه تكون جاد صوايا اليوم على الليستا، مش سليم الخوري او نقولها حجار؟ اذا اول شيء نقولها حجار نحط على جنب، لانه خسر بالانتخابات التمهيديه. انا ما فت بالانتخابات التمهيديه لانه كان بطاقتي ما عمرها سنتين ونص، هلا صار عمرها سنتين واربعة شهور. بس خرقت، يعني خرقت، انا الوحيد الخارق بكل لبنان ب 18%. هيدي ها اذا بتحسبيها حسابيا بتعرفي شو 18%، يعني كانه 50%. وغير ما تبقى الشركات، كل السونداج والشركات بتعرف شو الشغل على الارض بين عم يبين بالعالم، وقت السونداج عم يطلع بالنسبه للعالم انه هاي الاستفتاءات اللي عم تنعمل ما فيها ولا اي نقطه من الموضوعيه. في يعني في شركه بتملكها، في شركه بتملكها بفتكر القوات، القوات هن هو حليفنا هلا، وقلنا الشرف نكون سوا وان شاء الله نكون سوا. اتعلم على الحلف، هل القوات والعونيه رح يكفوا ان شاء الله بالحلف؟ ان شاء الله، لانه خلوا المسيحية تماسكوا زيادة مع بعض بس هيدا الشيء ما كان مبين بنقابة المهندسين. أما هيدا أنا ما بفوت فيها هالجدال. أنا كشخصيا جات صوايا، أنا مبسوط من هالتحالف، وإن كان في للقوات مقعد بجزين أنا برحب وبسحب حالي إذا طبعا طيار الوطن الحر طلب مني هالشيء. ولكن إحنا ما عم نسمع هيدا الحديث، عم نسمع إنه اليوم طيار الوطن الحر طالب من القوات اللبنانية بياخد 3 مقاعد بجزين، بيقدم له بدلهم يا بكسروان يا بزحف. بدك تسأل وزير جبران بسير، هو رئيس الطيار، هن بيقرروا هالأمور. طيب اليوم ليه بنعتبر جاد صوايا هو الأقوى بجزين على صعيد الكاثوليك؟ هل لأنه أعمالك اللي كنت عم تتفضل عم بشتغل فيها مظبوط، أم لأنه في أموال؟ لا لا، على الشغل على الأرض. بالعكس أنا إذا جيت نائب انا قلت لهم معاشي ما بدي اياه، بدي اعطيه لكل منطقه. افتكر نائب الصالح يكون هيك، مش ينطر لا معاش ولا يسرق ولا يعمل يزفتوا طرقات، يعملوا ديلات بتزفيت الطرقات. مش عم خبرك عن جزين، عم تدرج جزين، عم خبرك عن غير مناطق بنواب غير مناطق، بيعملوا ديلات مع تبعوا الزفت كوتة الزفت اما كذا اما هيدا، بياخذوا بورسنتاج وكذا، يعني بيصير في مشاكل كثير طيب يستفيدوا بمصاري. هذا ضد هالشيء نحن، وضد كل شيء اسمه، يعني يا ريت بيعملوا النائب بدون معاش، هيدي بتريح كل العالم. بس هل بيوافقوا باقي النواب؟ ما بيوافقوا باقي النواب، ما هي المشكله، بس انه بدك لبنان الاحسن، بدك اصلاح والتغيير، هيك بيصير. بالنسبه للقانون الانتخابات اليوم، اي قانون حضرتك موافق عليه واي قانون بتلاقي فيه عثرات ولازم نتخطى هالمشكله، خصوصي انه اليوم كمان وقفنا التمديد. طيب حقلك اونت بارانتيز، قبل سالتيني كمان سؤال عن اللائحه وهذا، نحن ما فينا نسمي لائحه، خبرك شغله ليه؟ لانه قانون 60 بطل موجود، يعني اذا قلت هو 3 اشخاص ما في لائحه بقى، ما هو يمكن رايحين مبدئيا رايحين على قانون
اللي هو التأهيلي. التأهيلي كل واحد بيغطي راسه، تأهيلي في كمان صوت التفضيلة. هل انت مع انه ايه نوصل على القانون التأهيلي؟ لا، اذا مع اذا ما قانون 60 سنة. سنة 60، اوكي وصلنا على التأهيلي. شو بيشجعك التأهيلي؟ انا مع النسبة. انت مع النسبة؟ مع النسبة. انا مع حضرتك قلت للاو تي في النسبية تعطي حق التمثيل للجميع، ولا نستطيع ان نبقى على قانون الستين 100%. النسبية والمختلط ام النسبية الكاملة؟ النسبية الكاملة. حضرتك مع النسبية الكاملة، على الرغم من انه اليوم الشارع المسيحي كاعداد نحن ما بيطلع لنا. صح، ما هي بعرفها، ما بيطلع لنا مثل ما حضرتك مع النسبية. انا مع النسبية لانه تخبرك ليه؟ لا مش عم بعد، مش عم انا لا شو اخر شيء الرئيس، بس رئيس الجمهورية طلب فيها اول شيء اذا مذكره، بس تراجع عنا. وتراجع عنا، ونحن لانه تراجع عنا لانه ما بيعطي الكامل النواب لنا كمسيحي، يعني المسيحي بيطلع المسيحي، لهيك رحنا على التاهيله اللي عامل لك اياها، اللي هو بيعطينا الحق تبعونا، مثل نحن ما بريد نحن ناخذ حقنا الا ما الاسلام ياخذوا حقهم، يعني خينا مسلم المسلم اخذ حقه وعم يتعدى على حقه. لا لا تخبرك شو عم يطالب بالنسبيه الكامله خيك المسلم، لانه بمعتبر انا فايز بشتى الاحوال. لا لا، على الحالتين هو فايز، على الحالتين ان كان تاهيلي اما كان نسبه، بس نحن النسبه كمسيحيه ككل مسيحيه نخسر فيه، ما بناخذ المسيحيه تبعونا. فعملنا هيدا القانون اللي هلا ماشيين عليه، لرئيس بلق اقترحه، للوزير جبران عاملينه، يعني عاملينه انه التاهيل، التاهيل بخلينا نجيب حوالي 50 نائب، 53 تقريبا، ما بعرف العدد المزبوط، بخلي هيدا اكثر نسبه فينا نجيبه، بفتكر لازم نمشي عليه وكلنا نوافق عليه، كل الاطراف يتوافقوا عليه. هلا اذا صار هالاتفاق بكون اتفاق طبعا مع رئيس، مع رئيس الطيار، مع رئيس القوات، مع يعني بصير في كل الاطراف المسيحيه مع اطراف المسلمين، كان دروز اما مسلمين شيعة اما سنه، وبيصير الحل. غير هيك ما بيصير حل بالتصويت، ما بيصير حل، لانه هيدا شيء على كافه البلد. ما بدك تشوفي هلا، بدك تشوفي لقدام، يعني هلا يمكن عاملين تحالف والقوات اما حزب الله عاملين مع حركه اما بتشوفي ما عاملين مع مين، بدك تشوفي لا بعدين، لبعد 6 سنين، لبعد 10 سنين، لانه هيدا القانون لاولاد اولادنا مش لهلا نحن شو عم بيصير. كيف توصف علاقتك اليوم مع المرشحين ومن ضمنهم هيدا شيء ثاني من السؤال مع زياد اسود؟ مع المرشحين كلهم منيح صدقيني، مع عجاج منيح، مع سليم منيح، مع كل العالم منيح، لانه بالنتيجه كلهم بدهم مصلحه المنطقه، كل شخص بده مصلحه المنطقه انا معه، لو شو ما هو، لو شو بيختلف بختلف لا 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 تلك حخبرك حخبرك بيختلف بالسياسه معهم يمكن، بس باراء المنطقه ما بيختلف معهم، كل شيء بيفيد المنطقه انا معه. ها اول شغله، علاقتي مع زياد كان ما بخبرك كان في شوي صغير توتر، بس هلا صارت منيحه لانه بالنتيجه هو بذات الحزب. هلا من امتى؟ من اي فتره؟ صار لها فتره منيحه، انا ما عندي مشكله مع هذا. من بعد الانتخابات البلديه، من بعد كان صار في شوي صغير بين الاخوه، بيصير دائما بين بيت الداخلي بيصير فيها هال يعني بيصير فيها المعركه. لا ما عم بلطف الاجواء مع زياد، بس زياد شغل للمنطقه، ما لي حق ما احكي هالشيء. بس هيدا مش قرارك، مش راي الطيار. هيدا عم بعطيك رأيي الخاص، انا ما عم بحكي كطيار، انا هيدا كله كل المقابله انا جاد سوايا، انا بتحمل شخصيا هيدا الكلام، انا كشخص جاد سوايا. كزياد اسود كطيار بدك تسألي له هو بينه بالطيار شوف. هلا مع كل الاطراف منيحه، ان كان مع زياد اما مع امل يعني ما بقول على حظ الالقاب، ايه ام حيلا حدا، حتى ابراهيم عزار بسلم عليه، مع كل الاشخاص ان شاء الله كلهم يكونوا عم بيشتغلوا المنطقه انا معهم. هلا صار في اراء سياسي مختلف، منعصب على بعض، صار شيء ثاني، بس غير ما تبقى ما في شيء. هل حضرتك اليوم علاقه طيبه مع روين هاشم بسبب امتلاكك لاسهم مثل ما بيقول البعض، ام لانه في علاقه اعمال بينك وبينه؟ ما بملك ولا سهم بالاو تي في، ولا سهم فيكم تشوفوا انه ولا سهم، انا بحط دعايات بالاو تي في، بساعد الاو تي في وبدعم الاو تي في طبعا. روي هاشم هو صديق وخي، انا صديقي من 10 سنين روي، عايشين بذات البيت وهيدا، فبيعرف مين جاد سوايا، والرئيس بيعرف مين جاد سوايا، وكان جنرال بيعرف كل شيء عن اعمالي عن شغلي، كنت اخذ اراء وقتها كان طبعا جنرال، هلا وقت الرئيس ما بنشوفه بس مش مثل الاول اكيد، في بروتوكول. ايه
بياخد أراءه لروي لأنه هو خي ما أكثر ولا أقل، وما في ولا شغل أنا وياه ولا شيء، هو صديق، صديق العائلة، صديق خيي، صديقي، صديق الوالدة، الوالد، كل أصحاب هيدا، وأنا بروح على البيت لعنده كمان ما بقول له غير الاحترام، ومدامته كمان أخت لأنه. بيبقى في سؤال واحد، اليوم نعرف مدام داليا من الريحان. إيه الأصل من الريحان صح. نعم، هل تعتبر هيدا الشيء رح يساعدك تحصل على أصوات منيحة بالشيعة اليوم إذا؟ أنا معروف علاقتي مع 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 ناخب الشيعة، مع أولادنا، مع 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 إخواتنا الشيعة بالنتيجة، لأنه أنا بالنتيجة مدامتي من طائفة الشيعية طبعاً، وما كلهم غير الاحترام، وبشتغل كتير بجبل الريحان، وكلهم بحبون علاقتي مع إن كان حزب أما الحركة كتير منيحة، فتلقائياً هالمحبة وهالود وهال هال هالألفة سوا يعني بالقضاء تلقى يعني يمكن القرار يجي يعطوني، ويمكن يطلع قرار انه يعملوا غير، يمكن ما يكون على اللائحه مثلا، يعطوا قرار ما يعطوني، هيدا شق لالهم بيصير. بتعرف انه بيلتزموا اخر شيء، الحزب بيلتزم مع الحزب والحركه بيلتزم مع الحركه، والقليل اللي ما بيلتزموا يعني، مع انه نسمع انه لا بيصير في خرق ببعض الاحيان، كثير قليل، كثير قليل يعني، الالتزام عندهم واجب مثل ما بيقولوا، فان شاء الله. اليوم نسمع انه جات صوايا وعد ينزل الجرافات والكاميونات في حاله جديده. لا مش كثير هيدي، هاي كانت كنت نزلهم نسات مع الوزير جبران. ليه؟ لانه لا. علاقتك طيبه مع الاجهزه الامنيه ما حيمنعوك. لا لا بالعكس، كان هيدي مظاهره سلميه، كنا بدنا نعطي، كنا بدي اعطي، بس لو انا سلميه كان بدي اعطي، كان بدي اعطي من الامن، من قوى الامن انه اوكي بتتظاهروا سلميا بدون تسكير الطرقات الدوليه، وتسمحوا للكل تسكير طرقات بيروت دولية. بيروت دوليه رغم هاي. انا نزلت هالشيء هالبوست، انا نزلته كسوايا كونستراكشن، وبعدين نسأت مع 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 الوزير، قلت له هول الكاميونات والجرافات تحت امرتك، يعني تحت امرة الطيارات الحر اللي كانوا مع القوات اللبنانيه، كانوا سوا، كانوا عاملين مكانتين سوا تيشوف شو بيعملوا بهالمظاهره، فهول كانوا الكاميونات والجرافات تحت سيطرتهم لهم، انا مقدمهم ما اكثر ولا اقل، هن اذا كانوا حينزلوهم حنزلوهم، واما ما كانوا حينزلوهم ما حينزلوهم. فكان رجعت بعدت عن سؤالي. لا ما ابدا. اليوم علاقتك بالقوى الامنيه كثير جيده، اكثر من جيده على اعلى المستويات. غلط؟ لا اكيد مش غلط، بالعكس، بالعكس انا 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 علاقتي جيده لتحسين منطقه جزين وقضاء جزين، شو في يساعد بساعد هالشيء، بس طبعا علاقتي طيبه لانه بيعرفوا مني وحدهم، واذا في يساعد قوى الامنيه يعني ان كان وزاره الداخليه اما 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 كجيش لبناني كمان حكون حدهم طبعا. رح ننتقل للشق الانمائي، واليوم نسالك شو مشروعك الانتخابي؟ مشروع الانتخابي جزين ثم جزين ثم جزين، جزين كقضاء، بس حخبرك شو مشروع الانتخابي. مشروع الانتخابي وقتها انا صحيح شخص يمكن معي شوية صغيرة مصاري بقدر ساعد هالمنطقة، بس انا طول الوقت من جيبتي ما بقدر ساعد، بقدر ساعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، بس بعدين الامكانيات يعني هولي عم بيروحوا، هولي هيدا من شغلة عم شيله. وقتها صير نائب، النائب شو بيعمل؟ النائب اول شيء للتشريع بالبرلمان اللبناني، غير عن التشريع لا منطقته للقضاء تبعه له. هلا كقضاء في كتير ناقص، 30 سنه انحرم جزين من طرقاتها، من الانفراستركتور تبعه له يعني البنيه التحتيه، من كذا شغله صارت هيدا، هو الاول شيء بدنا نفوكس عليهم. ثاني شغله البطاله يعني العمل، ما في، بنص العالم قاعدين بالبيوت ما عم بيشتغلوا، بدنا نامن لهم اشغال. شغله ثالثه اللي هي معامل، ما فيها كل جزين وقضاء جزين ما فيها معامل، الصناعة ما فيها، ما فيها صناعة، مينيمم نعمل مصنعين ثلاثة نحط عالم فيهم. غير عن هيك نزيد العمار شوية صغيرة بلو كوست يعني بال 600 دولار و 700 دولار للشقة المتر تبعو الشقة يكون، تجيب العالم أول شيء اللي كان عايشين بيروت أو عايشين برا تجيبيهم لهون تيصير في حركة شوية صغيرة. بس اليوم شو اللي بيضمن ناخب انه هالشيء رح يكون؟ يعني هل اليوم جت صوايا عم تعرض من ست سنين لليوم ما في شيء وعدت فيه وما عملته؟ قلت لهم بدنا نعمل لكم مشروع بجزيرة، عملت لهم مشروع، قلنا لكم المهرجان عملنا لهم اياهم، قلنا لهم ان كان الموتورات اللي عم ينحطوا، يعني كل هول القصص ما في شيء وعدناه ما وفيناه، وما بحياتي قلت لشخص مثلا بدي شغلك بقول له ما بوعدك بس بجرب وبرجع بشغله،
بكذا منطقة عنا يعني صرنا فوق 100 وظيفة صرنا حاطين مصفين عالم إن كان بالبنوكة إن كان بمصانع إن كان بشركات إن كان بشركاتي أنا كسوية كونستراكشن وبيتي عند شركتين اسمها بيتي كلهم من القضاء يعني شو في يساعد عم ساعد ويا ريت كل شخص إن كان غير منطقة عنده هالإمكانيات يساعد بشعتها كل لبنان بيصير فيه حي... إنه حيوية وانتعاش وكسياحة وكاقتصاد كله بيتغير. اليوم نعرف في عنا موسم اكدنة بالساحل وبعدين جاي موسم تفاح بقلب جزين وكفرحونة وزيال. كيف بيقعد جد صلايا اليوم بما انه الحدود مسكرة ما في تصريف؟ هيدا غير انه ننسى ما في اليوم مين عم يشتغل اكدنة نفترض رايح كله ما في شغل رح يبقى على الشجر والتفاح كذلك الامر عم نوصل لفترة ما في تصريف تفاح. هيدي كنت عم نسق حلو هيدا السؤال لما كنت عم نسق مع وزير الاقتصاد اللي هو الوزير رائد خوري كيف نقدر نعمل شيء بالاقتصاد كتفاح واكدنا نقدر نطلعهم لبرا كيف القمح في بيشترون عنا قمح لبرا اوقات كمان زيت الشيء نقدر نعمل هالشيء عم ندرس هالشغله من هلا ل 20 يوم 15 يوم يمكن لها حلول في من هالشغله من هالحلول هلا مسافرين على روسيا وزير الاقتصاد وكذا وزير مشان يشوفوا اذا يعني غير بلاد يقدروا ياخذوا هالشيء ان كان تفاح ما ان كان اكدنا أملنا كبير. كيف اليوم بتشجع الشباب بالجزيني يبقى بأرضه لأنه منعرف تاتر بيعون يا بينزلوا على بيروت يا عم بيهاجر لحتى يفتش على شغل أم لحتى يكفي تعليمه؟ نحن سبق وسمعنا أنه جاد صوايا عم بفكر يشتري المشروع كفرفلوس بيتها الحرير. معلوماتك منه خطأ بعدنا عم نشتغل عليها لأنه تقريباً توظف 3500-4000 وظيفة منا لعبة بالقضاء أنت بتعرفي 4000 وظيفة شو بيعملوا إن كان لأنه هاي فيها رخصة جامعة فيها رخصة مستشفى فيها رخصة فندقية اللي ما حدا بيعرف أنه في فندقية كمان وموجودين بعضهم إذا زبطت معنا هالشي هيدي بيكون اللي باعها كاثوليك بيكون رديناها من الكويت اللي بيكون هيدي بونس لا جزين ولكن هل حيقدر جد صوايا؟ ان شاء الله عامل اكيب مش انا لحالي اكيد ما بقدر عامل اكيب مع بنك مع كذا شخص متمولين عم نجرب عم بتفاوض معهم وبعدهم التفاوضات وجرب عالم ما يعني جرب وخلوا ما تزبط الخبرية انا مكفى عليا تخليها تزبط وان شاء الله تزبط معنا ان شاء الله. من الناحية السياحية سبق وقلت لنا انه بتعمل مهرجانات صحيح. ولكن هالمهرجانات حسب ما عم نشوفها عم تقتصر على جزين يلي هي جزين تنتخطاها شوي على روم على عزور ماكسيموم على كاسين لبعة السنة لا صار 30 بعملها ايه بس السنة يلي هي شوي بينت شوي صغير مزبوط بفضل فادي رومانوس رئيس البلدية فادي رومانوس هو صديقي كتير وبحبه كتير صحيح ولا لا صحيح. احنا عم نحكي بس ما تخطط يعني اليوم بعدنا في بالساحل ركود بعده لهلا ما في سواح عم تجي على المنطقة مثل ما هو مفروض. هالسنة كنت مع فادي من 3 ايام عم نتغدى انا وفادي رومانوس حقلك ويمكن هيدي اكسكلوزيف لك عم نحكي مع نانسي عجرة منجيبها على لبعة تكون لكل الساحل وما بدي اعملها بمصاري بدي اعملها ببلاش انا مهرجاني نعمل بمصاري انا ضد مع انه هلا بجزين كمان رح فوت سبونسر معهم جايبين وائل بس لانه تكلفته غالي كثير مجبور مجبور وائل وعاصر حليني مجبور الرئيس خليل حرفوش يعملها بمصاري تيشيل الكوست اقل شيء حتى بضل خسران شوية صغيره ايه هلا ما في قد ما نحن نحط كل واحد بحط شوية صغيره بس هيدا تبعوا اللي بقى حطها انا وفادي كلها ندفعها ونجيب نانسي لكل اولاد الساحل وطبعا اولاد جزين من اللي بده اهلا وسهلا بس انه نجرب الساحل يطلع على لبعه هيك تصير شيء الالفه مع بعض يصيروا يعني المهرجان انت لشو بتعمل مهرجان؟ المهرجان بجيب عالم من برا المهرجان بيخلي الولد من صيدا يطلع لعنا يعبي بنزين يفوت على الفرماشيه يفوت على السوبر ماركت على الاوتيلات تعبي الاوتيلات بصير في سياحه واقتصاد هيدي بتتغير كلها اذا بتشوفي 10 ايام مهرجانات بتشوفي الاوتيلات مفوله انا بعالم بيجوا وين بتسيعهم ببيتي بطل في بصير ترجع الاوتيلات تاخذوا اوضه هلا هن بترجونا تناخذ اوضه عندهم بهالوقت وهيدي اللي بدنا نكسرها شو نجرب نعمل 3-4 مهرجانات بالسنه كلها يعني كل شهرين 3 نعمل مهرجان
نعمل شيء دائما سياحه تضلها موجوده، مثل طرحت عليهم كنا بكريسماس انه تشيز اند واين نعمل مهرجان كثير كبير نجيب عليه عالم، بس ما صارت. هلا شوي شوي يعني بلشت تتغير، بتطلع المنطقه من 6 سنين بتطلع المنطقه هلا في تغير، ما لازم دائما نكون متشائمين، بالعكس في تغير 20 اما 15% الحمد لله شوي شوي، ما نحن مكفيين بعدنا صغار بالعمر فينا نوصل اذا كلنا حطينا ايدينا ببعض نوصل على مطرح معين. اخر كلمه بتقولها للناخب الجزينه شو بتحب توجهه؟ بدي بوجه له، بس بوجه له بقول له مين ما بده ينتخب ينتخب، بس المصاري ما تغره، يعني مش لانه المصاري ما تغره اللي عم بيعطيك 200 او 300 او 400 دولار اذا بتحسبهم صار لهم على 9 سنين مين ما كان، هلا ان كان بجزينه برا هالمصاري ما تغرك. وشغله تانية شوف مين عم بيعمل خدمات وعم بيهتم باولاد جزين، اللي واقف حدك انتخب له ان كان انا غيري مين ما كان، والنتيجة أنا طيارات النحار إن كنت حكون على الليحة معهم، وإذا ما كنت حكون قاعد بالبيت عم ساعد الحلفاء إذا كانوا حلفاء، أما حدا غيري حكون عم ساعده مثل غيري.